سؤاله الآخر يقول: هل يجوز إهداء الصلاة وقراءة القرآن إلى أعز وأحب الناس لي؟ لا يجوز هذا، لأنه لم يرد إهداء الصلاة للغير ولا إهداء تلاوة القرآن للغير. والعبادات توقيفية مبناها على الدليل، ولم يرد في ذلك دليل، وإنما الذي ورد أنه يهدى ثوابه للميت الصدقة والدعاء والاستغفار له، الحج، العمرة عنه، ذبح الأضحية عنه، هذه أمور ورد بها الدليل. نعم.